عندما أعلن وزير المالية البريطاني عن الخطة الجديدة لخفض الضرائب في بريطانيا، لم يكن يتوقع كما لم يكن يتوقع أي شخص في الحكومة البريطانية أن يكون رد الفعل من المستثمرين بهذه السلبية، وتحديدا على الجنيه الاسترليني الذي تعرض للضغط ليس فقط بسبب هذه الخطة، ولكن أيضا بسبب ما شاهدناه من قوة للدولار الأمريكي على مدى الفترة الماضية. إذا ليز تروس كانت قد أعلنت أو أعلن وزير المالية البريطاني عمليا عن خطة جديدة بما يتعلق بملف الضرائب. الهدف الأساسي وما تحاول ستروس عمله هو إنقاذ الاقتصاد البريطاني من الركود، وبالتالي تم الإعلان عن خفض ضرائب الدخل والضرائب العقارية، إلغاء ضريبة القيمة المضافة للأجانب، وإلغاء زيادة ضرائب الشركات إلى 25%. تم خفض الضرائب على الشريحة العالية بالنسبة لذوي الدخل من 45% وتثبيتها عند 40%. إجمالي التكلفة بالنسبة لهذه الخطة يصل ل 45 مليار جنيه استرليني. هذه الخطة ستضطر الحكومة البريطانية لزيادة الاقتراض بتقريبا 45% لمستويات 234 مليار جنيه استرليني. إذن المستهدف الأساسي هو إنقاذ الاقتصاد البريطاني من الدخول في ركود، ولكن المستثمر في الأصول البريطاني لم تعجبه هذه الخطة. لماذا؟ بداية شهدنا رد الفعل بشكل مباشر من الجنيه الاسترليني الذي وصل لمستويات قريبة جدا من التعادل أمام الدولار الأمريكي أو الباريتي. وصلنا لمستويات 1.03 في الجلسة الآسيوية قبل أن يعود ويرتد صعودا لمستويات قريبة من 1.08. هذه التراجعات الحادة جاءت أيضا مع الارتفاع الذي شهدناه في عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات والتي تخطت 4%، وصلت لأعلى مستويات منذ العام 2010. هذا هو أداء الباوند مقابل الدولار من بداية العام. ما الذي يتم تسعيره بالنسبة سواء للجنيه الاسترليني أو بالنسبة للسندات البريطانية؟ المعضلة اليوم بأن المستثمر فقد الثقة في الأصول البريطانية مع الإعلان عن هذه الخطة التي حتى الآن تبدو وكأنها ستضر الاقتصاد أكثر مما تنفعه، لأنها ستضطر الحكومة البريطانية للاقتراض. لا يوجد لدينا حتى الآن أي تفاصيل عن كيفية تمويل هذه الخطة بشكل مفصل، وهذا لم يعجب المستثمر. من جهة أخرى، اليوم هذا يضع عبء إضافي على أندرو بيلي محافظ البنك المركزي الإنجليزي للتدخل وحماية الباوند من المزيد من التراجعات. إذا خطة الحكومة الجديدة هي تتعلق بخطة للضرائب، خطة لتجميد فواتير الطاقة البالغة 150 مليار جنيه استرليني، يعني التكلفة ستكون أكبر حتى على الحكومة البريطانية من ناحية التمويل، وبالتالي على الأغلب سيكون لدينا توجه نحو الاقتراض، وهذا أيضا سيقوم بوضع ضغوط إضافية على اقتصاد المملكة المتحدة، لأنه أساسا نحن نتحدث عن مستويات مديونية عالية. دويتشه بانك قال بأن على بنك إنجلترا عقد اجتماع طارئ هذا الأسبوع لرفع معدلات الفائدة، ولكن المعضلة بالنسبة لبنك المركزي الإنجليزي هو أنه في آخر مرة قام بالتدخل لرفع الفائدة لحماية الباوند كانت تقريبا في البلاك وينزداي منذ 30 عاما، وعلى الرغم من أنه قام برفع معدلات الفائدة إلى أن الباوند عاد للتراجع أمام الدولار الأمريكي، وبالتالي اليوم البنك المركزي الإنجليزي قد لا يود أن يتدخل بهذه الطريقة مجددا لأنها قد لا تفلح وقد تؤدي حتى بالمزيد من التراجعات بالنسبة للباوند، وهذا يترك له الخيار الآخر بأن يقوم بعمل كيرنسي انترفنشن، وهذا الأمر الذي هو خطر بالنسبة لهذا الاقتصاد بحكم أنه لا يملك الاحتياطي الكافي للتدخل. إذن المعضلة اليوم بالنسبة ل المملكة المتحدة لبريطانيا هي بشكل خاص تتعلق بآلية تمويل هذا التحفيز المالي، وما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة لقرارات البنك المركزي الإنجليزي؟